هذا الدعاء القرآني العظيم ينجيك من الفتن إن شاء الله. عصرنا هذا أيها الأحبة مليء بالفتن. الإنسان قد يفتن في دينه، في ماله، في بيته، في أولاده، في عمله، في تجارته، في دراسته. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا من علامات الساعة أو لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن. فاليوم بالفعل نحن نعيش عصر الفتن بكل معنى الكلمة. إنسان يلهو ويعبث ويضيع وقته وينسى صلاته، يأكل الحرام لا يبالي، يتبع شهواته، يؤذي الناس أحيانا، يكذب على الناس، يغش الناس، يخلف في الموعد، لا يؤتمن، إذا أعطيته شيء لا يرجعه لك. هذه الصفات تغزو مجتمعنا الآن بقوة، وكلها فتن. النبي كان يستعيذ من شر الفتن، ما ظهر منها وما بطن. الآية الكريمة ماذا قال الله فيها؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. والله أخي الحبيب، هذا دعاء مهم جدا اليوم، مهم أن ندعو به. أحيانا الإنسان يفتن في شيء وهو لا يدري، تجد أنه يغفل عن ذكر الله وهو لا يدري، ينسى أن يقول الحمد لله. هذا الدعاء ينبغي أن تحفظه الآن أخي الحبيب كما تحفظ اسمك، وأن تكرره كل يوم على الأقل 7 مرات، على نية أن يبعد الله عنك الفتن وينجيك من القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني يا رب لا تجعلني فتنة لهذا الظالم، هو يفتتن بي وأنا أفتتن به، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اليوم كثير من الناس تجد أن اسمه محمد أو أحمد أو عبد الله، ولكن قلبه مليء بالكفر والإلحاد. الإنسان الذي يؤذي الناس وقد يقتل الناس وقد يشيع الفاحشة في الأرض ويحب أن تشيع الفاحشة في الأرض، مثل هؤلاء هل هم مسلمون أو مؤمنون؟ طبعا لا، هذا أقل ما يقال إنه منافق إذا كان يظهر الإسلام يعني. والله تبارك وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فلذلك والله أيها الأحبة، مثل هذا الدعاء نحن بأمس الحاجة له اليوم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هنا ملمح أحببت أو لاحظته، كيف يمكن لإنسان عبد مؤمن صالح أن يكون هو فتنة للظالم؟ أنت عندما تصدق هذا الظالم فيما يقول وتؤيد هذا الظالم في عمله وترافق هذا الظالم وتتحدث معه وتجلس على مائدته، فأصبحت أنت فتنة له. سيغرب يعني، يصيبه الغرور، يقول ما دام هذا المؤمن يجلس معي ويمدحني ويأكل من طعامي ويأخذ من مالي، إذن أنا على حق. فتكون أنت فتنة له. لاحظ أخي الحبيب، إياك أن تكون فتنة لإنسان ظالم، إنسان ملحد مستكبر يبث سمومه بين الناس، ينشر الإلحاد. لا يمكن لمؤمن
أن يصاحبه ويأكل معه ويعيش معه ويؤيده ويمجد فيه ويمدحه، يقول لك إنسان محترم وكذا وكذا، أنت تدلس على الناس وتخدع الناس وتخدع هذا الشخص أيضا، تخدع هذا الملحد فيظن أنه على حق. بعض الناس عندما يرى إنسان ضال يمشي في طريق الضلال، فعندما ترافق مثل هذا الإنسان وتشجعه ولا تحذره من ضلاله يظن أنه على حق، فتكون أنت فتنة له. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني هذه الآية فيها إشارة أنه يا رب أبعدني عن هؤلاء الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هذا الدعاء يبعدك عن الشر والفتن والظالمين والكافرين، ماذا تريد أفضل من ذلك؟ كثير من الناس، أعطيك مثال سريع لكي نفهم مضمون الآية، انخدع بالدعاية الغربية، لديهم الصدق والأمانة وإتقان العمل والعدل وقيمة الإنسان وكذا، بعدما ذهب هناك انخدع بهؤلاء وأيدهم وقد يتزوج منهم، ولكن بعد سنوات طويلة يكتشف أن الملحد لا أمان له، لأنه الملحد ليس لديه رادع يردعه من الشر، لأنه لا يؤمن بيوم القيامة ولا يؤمن بالله ولا بالجنة ولا بالنار ولا يؤمن بالوقوف أمام الله، وبالتالي ليس عنده رادع من أي شر. فبعد أن يعاني هذا الإنسان، انظروا إلى الإنترنت كم إنسان سحب منه أولاده، كم إنسان تضرر، كم إنسان أوذي هناك بسبب انخداعه بهذا البريق الخارجي. لو أنه دعا هذا الدعاء أنا واثق أن الله سينبهه وينجيه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فنصيحتي لكل من يعيش في الغرب أن يدعو بهذا الدعاء، هذا دعاء يحصنك من الفتن في هذا العصر أخي الحبيب، يحصنك من الظالمين، يحصنك من الكافرين وما أكثرهم. يعني اليوم ترى هؤلاء الذين يتحكمون في العالم للأسف معظمهم من الملحدين، ينشرون الفاحشة والشذوذ وينشرون الحرام، الخمر والزنا والرقص والأغاني والعبث والإلحاد بحجة التطوير والتنوير وغير ذلك من هذه الأسماء البراقة التي هي أبعد ما يكون عن التنوير الحقيقي. التنوير الحقيقي تجده في كلام الله سبحانه وتعالى، هو النور، الله نور السماوات والأرض. فتجد مثل هؤلاء للأسف يسيطرون على الإعلام العالمي، يعني موقع مثل فيسبوك أو يوتيوب الذي للأسف نحن نبث من خلاله، لا يوجد وسائل أخرى. من القائمون عليه؟ ملايين المقاطع التي تنشر الشذوذ، من يروج لها ومن يسوق لها؟ للأسف هذا هو الواقع، ولكن أنا كمؤمن علي أن أتعامل مع الواقع ضمن هذه الإمكانيات الموجودة، ندعو إلى الله. وبنفس الوقت أنا يجب أن أحصن نفسي من هذه الشرور ومن هذه المزالق. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا مطمئنة بذكره، وأن ينجينا جميعا من الشرور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.